أطلقت مؤسسة فتيات مأرب المرحلة الأولى من تمويل المشاريع الاقتصادية في محافظة مأرب بدعم وتمويل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن برنامج 7 للتمكين الاقتصادي للسيدات. واستهدفت هذه المرحلة تمويل دفعة أولى من المستفيدات بعدد 22 سيدة من أصل 60 من رائدات الأعمال ضمن برنامج 7 للتمكين الاقتصادي للسيدات التي تم اختيارهن. ويهدف برنامج 7 إلى خلق آليات عمل جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر التأهيل والإعداد.